عند سؤال اخر على الشهيه عند الاطفال، واش الحلبه مزيانه؟ الابن عنده 4 سنين. 4 سنين غنسكت لان لما تسكتش بغيناك تقول لنا. لا تفاجات ملي كنت نيت بالسياره ديالي وسمعت هذه المساله هذه، تفاجات كثير. عافاك اختي، راه كما قلت راه الاعشاب راه ما كنلعبوش بها، والحلبه باش تعطي الوليد ديال 4 سنين اللي باقي دوك المسرنات ديالو صغيورين فراه غادي يتحرقوا يعني بهذ العباره هذه. ولكن دابا حنا راه السيده ما عارفاش، يعني بالعكس هذا دورنا اليوم نشرحوا ليها. انا كنت تعمدت نهضر بهذه الطريقه باش غادي تعرف غتفهمني، هي غادي تفهمني، يعني ماشي كنقولها بواحد الطريقه بالعكس، حيت انا باغي مصلحتها وباغي المصلحه ديال المستمعات كاملين. فإذا خدينا الى وليد ديال 4 سنين وخذ الحلبه بحال هكاك، واخا تكون مرقده، واخا تكون مرقده بارده، واخا نطيبوها، واخا تكون شويه، فهي راه مضره للوليد، لان غترفع عليه من الدوره الدمويه ديالو، تقدر تمشي ليه ان يتشعروا ليه المصارين ديالو لا قدر الله. كذلك الدماغ ديالو يتحلوا دوك العروقه وكتجري كيترفع من المستوى ديال الدوره الدمويه على مستوى ديال الدماغ ديالو، مما ياثر عليه في الدماغ ديالو من بعد في التكوين ديالو، لان 4 سنين مازال ما كملش في التكوين ديالو وباقي كيكبر. فاحسن حاجه انها تفادى هذا المشكل وتخليه يعيش حياته الطبيعيه كما كنقول دائما. الا كان كينعس مزيان، كيتحرك مزيان، كيحس براسو مزيان، ما كيعاني حتى شي مرض، فنخلي وليداتنا على طبيعتهم، لان حتى ملي كنجبروهم على الماكله كتولي بالنسبه لهم الماكله واحد العمل شاق، وبالتالي ما كيستافدوا من حتى شي حاجه. وكيفاش نعاونوا وليداتنا؟ وانت راك تفهم هذا الشيء دكتور عماد، الله يخلي لك بنيتك، كيفاش نعاونوا هذه الوليدات اللي ما كيبغيوش يذوقوا النعمه؟ راه اليم ما كتكونش بخاطرها مسكينه، الله يحسن العوان. فشوف دائما نمشيو لهم على قد عقلهم كما كنقولوا، ان نحاولوا ديك الماكله نردوها لهم لعيب، يعني كيفاش نخليوه يلعب يعني نلعبوا معاه في الماكله. يعني بحال دابا شنو نقول لك، يعني حاول السيده تمشي معاه بالخاطر كما كنقول، لان حتى الدري الا مشينا معاه بالعكس وبغينا نوكلوه بالسيف ما غاديش يتقبل منا الماكله. و4 سنين راه ما يمكن ياخذ حتى شي حاجه من الاعشاب كما كنقول، لان الاعشاب احسن حاجه ابتداء من 10 سنين، لان حتى 5 سنين الا بغينا نعطيو شي اعشاب اللي كترفع الشهيه فما تصلح ليه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.